ضيفنا اللي منورنا دلوقتي الاستاذ علاء. الاستاذ علاء هنتكلم معاه، هنتعرف عليه اكتر وهنعرف منه اكيد حاجات هتفيدنا وهنكون بنسمعها لاول مره، يعني ده توقع. استاذ علاء بنرحب بحضرتك معانا. ميرسي يا حبيبتي. عايزه اتعرف بحضرتك اكتر، عرفني عن نفسك. انا محاسب وتاجر لعب اطفال اصلا، بطلت من فتره مش كبيره وبدات ان انا اشتغل في كارير تاني خالص. بدات اعمل الماسكات بتاعه الحفلات اللي هي بتاعه الحفلات التنكريه، ولانها بتاخد مني جهد اقل كتير جدا وفيها بالنسبه لي اشباع اكتر ورزقي بتاع ربنا، يعني الموضوع بالنسبه لي اريح كتير احسن كتير. الاسره عندي ولادي الحمد لله، عندي بنتين وولد، في ولد لسه متجوزه قريب وفي بنت بتدرس دراسات عليا، خلصت اداب وبتدرس في كليه التربيه دبلومه، وعندي بنت صغيره في ثانيه ثانوي الحمد لله، متفوقه الحمد لله. الحمد لله. عايزه حضرتك تكلمني عن فرق في الحياه. اول ما اشتغلت حضرتك كنت بتشتغل في كنت مختار وظيفه حسب المؤهل، وبعد كده بدأت تعمل شغل خاص، وبعد كده بدأت تغير مجال الشغل، يعني في مراحل كتير كلها باختيارك. طبعا الحمد لله انا اشتغلت في الحكومه الاول، وبعدين اشتغلت في قطاع، اشتغلت لوحدي، بعد كده اشتغلت في كذا حاجه، في المقاولات شويه وفي التجاره شويه، واكتسبت خبرات كتير جدا، لكن تعبت، يعني حسيت انه كده كفايه، سبت شغلي لاخواتي وبدأت ان انا اعمل الفكره اللي انا قلت لحضرتك عليها، ان انا بعمل شغل باستمتاع برضي نفسي، وفي نفس الوقت بقى عندي وقت امارس رياضه، ده الاهم بقى. طيب يعني عايزه حضرتك تكلمني عن علاقه شغلك بشهر رمضان. المفروض انه هاي سيزون، لانه الناس بتعمل حفلات وبتعمل حاجات في رمضان اكتر، فالناس المفروض بتحتاج شغلي اكتر. يعني بتبقى مستمتع بشهر رمضان في الشغل وفي الحياه العاديه؟ طبعا. وفي نفس الوقت بتبقى يعني حاسس ان ده موسم. لكن الواحد بيستمتع اكتر، لانه رمضان الواحد بيبقى بيصلي اكتر، بيقرا اكتر قران، وبيحضر دروس اكتر، ودي ده الامتع في رمضان مش الشغل. يمكن الواحد بيمارس رياضه اقل في رمضان، لكن بتتعوض بقى بالعباده. يعني حضرتك بتتابع ايه في التلفزيون بشكل عام؟ والله التلفزيون انا اكتر حاجه بتفرج عليها الرياضه. يعني بتفرج على مسلسلات لكن مش في رمضان، لكن انا الرياضه وبالذات كره القدم انا بتفرج عليها، بتابعها بشكل مركز. وفي رمضان؟ لا، في رمضان انا اكتر حاجه بعملها اما شغلي واما العباده. انا مش رمضان بالنسبه لي مش تلفزيون خالص للاسف. يعني وده طبعا مش هيبسطكم، لكن انا للاسف الشديد انا يسعدني طبعا، لكن انا مش بتفرج على التلفزيون كتير في رمضان. بيبقى وقت للشغل وللتعبد والعبادة اكتر. طبعا. طيب عايزه حضرتك برضو تكلمني عن، يعني حضرتك بتشتغل في مجال مهم وكل الناس بتحبه الحمد لله، يعني مين في التخصص ده بتبقى حابب تتفرج على شغله من زمان؟ مثلا بتتفرج على مسرح العرايس، تاخد منه افكار، الماريونات؟ لا، هو يمكن انا حاولت اعمل زمان حاجه وللاسف ما نجحتش فيها، يعرفها ناس اللي متخصصين، يعني في ناس في جريده المسا كانوا حاولوا يعملوا معايا. انا حاولت اعمل حاجه اسمها المسرح المنزلي زمان، من حوالي 15 سنه كده، لان انا قلت لحضرتك انا اشتغلت في اللعب وفعلا جبت هاند بابتس بكميات كبيره، وحاولت ان انا اخلي الناس كلها ترجع العروسه تاني، وحاولت اوفر للناس عرايس بحيث يعملوا المسرح المنزلي، ان الناس تعمل مسرح في البيت. الست اللي كانت زمان بتحكي لبنتها وابنها في البيت، كنت نفسي انا دي تعيد ترجع تاني. دنيا الالعاب، دنيا الالعاب، وادي البواب، ادي البواب، دنيا الالعاب، دنيا الالعاب، وادي البواب، ادي البواب، حب بالراحه بالاصحاب. Thank you.
وده اهدى بقى يا علها وعلي شوفوا شوفوا دي بتعمل ايه ده ليه والعيل بقت دي طرف الحق عفريت العلبة واحد اتنين وكمان هوبا ضيفتنا اللي منورانا دلوقتي مدام إكرام، العنصر النسائي لازم يكون منورنا في حلقتنا دلوقتي. مدام إكرام هنتعرف عليها أكتر وهنتكلم معها شوية، هندردش شوية. مدام إكرام، عايزة أتعرف بحضرتك، عرفيني بنفسك. إكرام محمد محمود، ربة منزل، ما قدرتش أشتغل عشان ولادي يعني وكده. جوزي بيشتغل في وزارة الخارجية، بس متوفي يعني اتوفى. وما قعدت بقى من الشغل يعني ما قدرتش أشتغل عشان حضرتك ربة منزل. ربة منزل. كلميني عن الحياة يعني في مراحل العمر المختلفة. حضرتك ربنا يديك الصحة وطولة العمر، دلوقتي في مرحلة بنسميها الربيع، صح؟ طيب البداية بقى، من بداية الأولاد وهم صغيرين لغاية ما بيكبروا شوية وحضرتك بتكبري معاهم، لغاية ما بيبقى في أحفاد وبتستمتعي بيهم، الفرق ما بين الواحد واثنين وثلاثة؟ الفرق بصراحة هما معايا أولادي كده كنت سعيدة جدا، وبعدين لما اتجوزوا كنت يعني زعلانة ان هما سايبيني، بس فرحت بقى ما خلفوا بقى معايا أحفاد وكده، وفرحانة بيهم طبعا وسعيدة. ف يعني مستمتعه بوجود الاحفاد؟ مستمتعه طبعا. بس طبعا ايام زمان كانت احلى من ايام دلوقتي. في ايه؟ يعني ايام زمان كانت جميله كده، يعني كان تلفزيون قناتين بس وكان احلى، وما كانش بيسهر وما كناش بنسهر، وكان بصراحه يعني راحه اكتر من دلوقتي. ما كانش في سرعه؟ لا ما كانش في سرعه، ما كانش في تكنولوجيا، فما كانت احسن، كان للناس صحتها احسن كمان. يعني حضرتك شايفة ان احنا نبقى رايقين كده اذا سميناها وقت الروقان احسن من اننا نبقى مستعجلين وبنجري طبعًا ومش ملحقين؟ طبعا عشان تلفزيونات قنواته كتير، عشان اعصابنا. طبعا يعني التلفزيون كان بيقعد اكتر حاجة الساعة 10، كنا اعصابنا مرتاحة، كنا نقعد مع بعض، الاسرة كانت بتقعد مع بعض وكده. بصراحة يعني صحيح العيشة حلوة دلوقتي مش وحشة، بس زمان كان في يعني احسن، هو دلوقتي في تقدم وفي تكنولوجيا وكده، بس الاول كان احسن يعني. يعني لو خيروكي تبقي موجوده في العصر بتاعنا ده او يبقى عندك الفرصه انك ترجعي سنين لورا، تحبي ترجع؟ ارجع. ارجع يقول ايام ماما وبابا وايام طفولتي وكده. كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، صحوا نار الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوا لي الماضي بنعيمه وغناوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته، رجعوا لي الماضي بنعيمه وغناوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته، افتكر
العربي النوبي هنتعرف عليه وهنعرف حكاوي زمان وهنعرف قصة النوبي ده اسم بس ولا جذور موجودة في التاريخ. مرحب بحضرتك يا فندم معانا، كل سنة وحضرتك طيب. طيب حضرتك اسمك العربي النوبي عشان من النوبة ولا عشان الاسم كده؟ لا انا اصلا احنا من هنا اجدع ناس الله يبارك فيك. طب عايزة اتعرف بحضرتك، كلمني عنك، بتشتغل ايه، كنت بتشتغل ايه؟ يعني انا صاحب محل جزارة يعني متربي مع شلة من زمان، كان نفسي اخش الفنية العسكرية. تمام. فوالدي تاجر جمال، ففي اجازة نزلت السوق معاه واتعلمت التجارة منه. وبعد كده دخلت مع خالي علمني الجزارة في بلاء ابو العيلة. فبقيت بقى في سكة الجزارة. التجارة والجزارة. طيب عايزة حضرتك تكلمني، بما ان حضرتك يعني خبرة في المجال ده وبتتكلم في الجمال، يعني عايزين نتكلم عن المهنة دي، كلمني عن أسرار المهنة. الجمل إذا مرض مات. ومن الجمال من الناس الصبورة جدا، وفي نفس الوقت يعني الأكل بتاعهم ما بيعملش كوليسترول في الدم. اللحم الجمال لحم مفيد. الجمال اللبن واللحم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اشربوا ألبان الإبل، فهي مفيدة للكبد وللكلى ولحاجات كتير. طيب ده بالنسبة للمهنة. بالنسبة للحياة بقى، يعني كلمني عن حضرتك وانت لسه في بداية العمر، وحضرتك دلوقتي وانت يعني في مرحلة النضوج والتمكن من خبرات الحياة. من ناحية تعاملك في المهنة بتاعتك، يعني حضرتك لما كنت لسه مبتدئ عن دلوقتي. واحنا والواحد وهو مبتدئ عن دلوقتي بيبقى يعني داخل المهنة كأنه بيتعلمها وبيعشقها. فلما بيحب الإنسان مهنته بيشتغل ليها بما يرضي الله، بيدي فيها أكتر. أهم حاجة حب العمل. طيب المهنة بتاعت حضرتك دي أخبارها إيه في رمضان؟ والله في رمضان الأسبوع الأولاني بيبقى فيه شغل كويس، بعد كده بيبتدي الناس الاسبوع الثاني مريحه. اللي كله واخد حاجته، فبتبقى الجو خفيف. يبقى مريح اكتر. لكن رمضان عامه شهر خير وبركه. شهر دولو غنوا اهلا رمضان، رمضان كان اهلا سيد ضيفنا اللي منورنا دلوقتي اللي لسه هنتعرف عليه، علشان برضو اكيد في الحكاوي اللي هنسمعها منه، في الحكايات قصص خبرات دروس، الله اعلم، هنتعرف دلوقتي. استاذ سيد بنرحب بحضرتك معانا. اهلا بيك. انا سيد فهمي علي، كنت وكيل وزاره مدير مركز معلومات مجلس الشعب، وخرجت معاش وانا عندي 62 سنه، انه مدولي سنتين بعد المعاش. وأقدر أقول لك إن أنا ابتديت حياتي بعد الستين، لأن اتجوزت سن 60 سنة. يعني الحياة التانية، لأن كنت متجوزة قبل كده وزوجتي توفت، فربنا كرمني بزوجة معايا من مجلس الشعب، كانت مدير عام في مجلس الشعب، وخلفت بعد الستين. ما
شاء الله. ثلاث اولاد خلفت اثنين توأم، ريناد وريتاج واسر. ريناد وريتاج رايحين ثالثه ابتدائي واسر رايح ثانيه ابتدائي. اقدر اقول لك ان برضو عدم احساسي بسني، انا ما بحسش بسني ان انا كبير. الناس بتقول ان السن حسب ما احنا حاسينه جوانا، مش اللي مكتوب في شهاده الميلاد. دي حقيقه، لان انا لو حسيت بسني هرقد بقى واعمل وتعبان وامشي واعمل لكن انا عندي 73 سنه دلوقتي، ولكن احساسي ان انا زي اي واحد شاب صغير بيتحرك، يعني ما بقعدش، يعني بادي شغلي. انا كنت اصلا مدير مركز معلومات، وكنت خبير مستشار كمبيوتر في السعوديه، قعدت حوالي 13 سنه. وفعلا جوازي في سن 60 اسعدني، لان اداني زوجه برضو ما حستنيش بسني خالص، والاولاد الصغيرين كاني عايش حياتي من جديد، يعني بداتها من جديد. حضرتك كان عندك اولاد في المرحله الاولى من الحياه؟ طبعا دول موجودين وعايشين حياتهم وبتاع. انا عندي بنتي الكبيره 49 سنه. عايزه حضرتك تقول لي الفرق ما بين الابوه في مرحله صغيره من العمر والفرق ما بين الابوه في مرحله مهمه. كبير جدا، فرق كبير جدا. يعني انا اولادي الاولانيين اللي خلفتهم كان سن صغير كشاب، ما حسيتش بتربيتهم ولا حسيت بقرب منهم ولا غير لما خلفت وانا كبير. وانا كبير حسيت بقرب ان انا خلفت وعندي خلفه وبخاف عليها وابقى عايز ابقى موجود معاهم على طول. احساس تماما مختلف خالص. يعني احساسي وانا كبير ان انا سن كبير وعندي اولاد غير اللي اتربوا قبل كده. اتربوا قبل كده والدتهم اللي ربتهم وعاشت، يعني هي اللي شالت عبئهم مش انا. اما في الفتره دي انا يعني بتستمتع بتربيه الاطفال جدا جدا، يعني جدا يعني. ودول هم دول اللي بيدوني احساس ان انا شباب، ان انا عايش، ان انا موجود على قدر الحياه لسه. لما بتحب تتفرج على التلفزيون تتفرج على الحاجات اللي حضرتك بتحبها ولا اللي الولاد بيحبوها؟ لا، هم ليهم مكانهم اللي بيتفرجوا فيه لوحديهم منفصلين، وانا بتفرج في اماكن تانية. بس بصراحه مالاش مش متابع التلفزيون في الايام اللي احنا فيها دلوقتي، بصدع منه. يعني برامج التوك شو كلها ما شاء الله عليها يعني. طب والفن الزمان الجميل؟ لا، لو اي فيلم قديم من بتاع زمان ده انا احب اتفرج عليه. موضوع ما فيهوش تسفيه لحاجه، ما يعني غير الافلام الايام دي. حضرتك انت عارفه الافلام الايام دي شغاله ازاي. طب والاغاني؟ والاغاني نفس القصه، نفس القصه. لا، عبد الحليم، ام كلثوم، ده محمد عبد الوهاب، ما فرقش ده. وحديثا بقى شويه مع هاني شاكر. حبيبي حياتي انا لو يوم ولا سنه، حبيبي حياتي انا لو يوم ولا سنه، ولا كانت سنين عايشها لك انا. حبيبي حياتي انا لو يوم ولا سنة، ولا كانت سنين عايشها لك انا. حبيبي لا كل الناس انا وعد مني خلاص، عمري اللي جاي معاك عمري اللي فات كان لي مستنيه وخلاص حبيبي لا. خلصت حلقتنا. ضيوفنا النهارده حكاويهم كانت كتير، خبراتهم كمان كانت كتير، موضوعاتهم كانت كتير، ما زهقناش وما شبعناش. علشان كده حضراتكم تستنونا الاسبوع الجاي، هنستفيد اكتر ونتعلم اكتر ونسمع كمان اكتر عشان نفهم اكتر في دنيا جديده. عيوني بتسأل عينيك ازاي وانا بايديك، عيوني بتسأل عينيك ازاي وانا بايديك.
وحشني الهوى اشوفك بعيني ملاك وبدوب وياه هوا احلم واحلم معاك بايام ناس